عندنا سؤال مهم جدا في جريد 5 في اخر يونت عندنا اللي هي الست، انه يجي يقول لي كومبليت باي يوزنج ويديني السيمبلز دول. بليز ريد. ها هنا عندنا ريد ذا سيمبلز. كومبليت باي يوزنج. ايوه هنا عندنا ده بيلونج وده نوت بيلونج وهنا سبست نوت سبست. اكسلنت. ازاي بقى نفرق ما بينهم؟ وات از ذا ديفرنس بتوين بيلونج نوت بيلونج سبست نوت سبست؟ يلا كده وريني. ها هنا معانا وان. الوان ده ما معهوش ايه؟ معهوش بريسز. هنحذف اجابتين. نحذف مين او مين؟ هنحذف السبست والنوت سبست. برافو عليكي. ازاي بقى نعرفه؟ نروح للوان ونساله نقول له ايه؟ يا وان انت اكزيست ولا نوت اكزيست؟ انت موجود ولا لا؟ نوت اكزيست. هنلاقي الوان مش موجود فهناخد نوت بيلونج. نوت بيلونج. برافو عليكي. اكسلنت حبيبه. شكرا. معانا وجه جديد هيكلمني على نمبر 2. يلا حبيبي. ها هنا معانا بريسز. يبقى ده ايه؟ ست. وطالما ست يبقى هنستخدم ايه؟ السبست والنوت سبست. شاور لي عليهم كويس. سبست ونوت سبست. طب يا ترى هناخد مين فيهم؟ نرجع للي جوه الاليمنت. انت مين؟ اساله يا وان انت اكزيست ولا نوت اكزيست؟ طلع اكزيست. يبقى نقول له ايه؟ سبست. طبعا هو مبهدل لنا الدنيا. معانا وجه جديد. يلا جو. ها عندنا ده من غير البريسز يبقى اليمنت. وطالما اليمنت يبقى يوز ايه؟ بيلونج ونوت بيلونج. اكسلنت. يلا بقى نرجع للنمبر. انت مين؟ 10 مش 10 ده 10. نروح نقول له يا 10 انت ولا نوت اكزيست؟ برافو عليك. اكسلنت حبيبي شطوره. تعالوا بقى نشوف فكره جديده شويه. ها مديني هنا ايه؟ 7 ده اليمنت. يبقى هنحذف انهو جابتين؟ سبست. شاور لي عليهم. سبست ونص سبست ما ينفعش عشان الراجل ده معهوش بريسز. نبدا بقى نسال يا 7 انت اكزيست ولا نوت اكزيست؟ تعالى نقرا الجمله اللي هناك بيقول لي ايه؟ ذا داي اوف ذا ويك. ايه الداي اوف ذا ويك؟ ها ساتردي مانداي سون. الكلام من ده صح؟ هل جوه عندي 7؟ لا لا. يبقى نقول ايه؟ نوت سوفت. لا نوت بيلونج. نوت بيلونج. برافو عليك. نوت اكزيست يبقى نوت بيلونج. الله عليك. شكرا يا باشا. تعالوا نشوف فكره جديده على البيلونج ونوت بيلونج بس بفورم زي ما انتم شايفين. اقرا لي كده حبيبي. 5 بيلونج. حلو. ومديني ست فيها 1 واكس. يا ترى الفاليو بتاع الاكس كام؟ 5. ليه؟ علشان هنا حطيت لي بيلونج يعني الفايف ايه؟ اكزيست. الفايف موجوده تبقى الفاليو بتاع الفايف الاكس 5. يلا اكتب لي 5. شكرا. بيقول لي اكس نوت بيلونج. يعني ايه اكس نوت بيلونج؟ يعني اكس مش موجود. يعني الاكس نوت اكزيست. طب هل ينفع تبقى الاكس ايكوال 1؟ لا. طب اكس ايكوال 2؟ لا. امال الاكس تبقى كام؟ تبقى اني نمبر. اني نمبر اكسبت 1 اور 2. يا اختاري لي بقى انت. 4 وماله. شكرا. جو. عندنا فكره جديده. اقرا يلا كده نمبر 4. بيقول لي 4 ايه؟ اكزيست يعني موجوده بس المره دي ما ادانيش اكس، اداني اكس ماينس 2. فاقول لنفسي ايه؟ ايه هو النمبر اللي ماينس 2 عشان يديني 4. ها شكرا. يبقى الاكس ايكوال كام؟ اكسلنت. تعالوا نشوف نمبر 5 بيقول لي ايه. ال5 بيلونجز يعني ال5 اكزيست مش كده؟ بس هناك ما ادانيش اكس، اداني ايه؟ ها اكس بلس 1. فهنقول ايه؟ هنقول ايه الديجيت اللي احنا ايه النمبر؟ النمبر اعمله بلس 1 يديني 5. شكرا. يبقى الاكس ايكوال 4. كنا سايبين نمبر 2 اللي فيها 6. ال 6 اكزيست. شاور كده يلا. ال 6 اكزيست بس هناك مديني ايه؟ 2 اكس. يعني ايه النمبر اللي التوايس بتاعه 6؟ ايه النمبر الدبل بتاعه 6؟ اشوف الرقم اللي عمله. النمبر اعمله تايم 2 ايكوال 6. 3. شكرا. يبقى ممكن اقول
التوايس بتاع ال 6 كان مين؟ ال 6 توايس لل 3. طب ودبل لمين؟ برضو لل 3. باي باي.